قال: باب ما يقوله عند الإفطار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهب الظمأ إذ أفطر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا أصح ما روي في الباب ولو يوجد غيره. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا إلى غير. هذا أصح ما في الباب، هذا الدعاء. قالوا: وماذا يقوله؟ أين يقوله؟ إذا شرب أو إذا أكل، لأنه طبعا ابدأ على رطبات، على تمرات أو حسوات من ماء. قالوا: عند الشبع كاملا، قبل بل زي ما قال ذهب الظمأ. وبماذا يذهب الظمأ؟ بشربة الماء. وابتلت العروق، تبتل العروق أيضا بإيش؟ بشربة الماء. وثبت الأجر، وثبت الأجر إن شاء الله. هذا أصح أيها الفضلاء الكرام ما روي في هذا في هذا في هذا في هذا الباب. طيب، أما بالنسبة لحديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، طيب، قال: وفي سنن أبي داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه، معناها في انقطاع، هذا من تابع، معناها هذا مرسل ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فإلى آخره. هذا حديث ضعيف. طيب، وعن معاذ بن زهرة أيضا كان النبي إذا أفطر يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطر. ضعيف أيضا. طيب، وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيضا هذا حديث إيش؟ هذا حديث ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، وذكرنا ذلك. باب ما يقول إذا أفطر عند قوم، يعني تعرفون في رمضان يكثر إيش؟ الدعوات، فيدعوك هذا ويدعوك ذاك إلى غير ذلك، حتى ولو كان في المسجد من غير ما يدعوك أحد، رحت على مائدة إفطار، هذا يعتبر أنك أنت عليكم السلام، أنك أنت أفطرت عند من؟ عند قوم، صحيح؟ ماذا تقول؟ طيب، اسمع هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، كأن النبي جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، وفي رواية قرب له زبيبا ليكرمون النبي عليه الصلاة والسلام، فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا يكون في رمضان وفي غير رمضان، ومن فوائده الدعاء لأهل البيت أن يرزقهم الله بالصائمين يفطرون عندهم ليأخذوا أجرهم. أفطر عندكم الصائمون، بعض الناس يظن هذا بس فين؟ وأكل طعامكم الأبرار، إن الله عز وجل يرزقهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصاحبن إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لذلك دائما الإنسان يعني يتقرب من الأبرار ويتقرب من الصالحين، أن لهم شفاعة، وأن أيضا وجودهم سبحان الله يدعون لأهل البيت، وفي دخولهم أيضا أنك تؤجر عند الله تبارك وتعالى إلى غيره. قال: وصلت عليكم الملائكة. بعض الناس راح قال لهم: وسلط عليكم الملائكة. قال: ليش تسلط على الملائكة ليه؟ وبعض الناس لما جاء هنا قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، وسكت. قال: طيب، قال بعد الشاي. لا ينبغي السخرية في الأحاديث يا أخوان. هذا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزون. لا، ما ينبغي مثل هذا، ما ينبغي نحن نقعد نستهزئ بماذا؟ بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن هذا لا يجوز أبدا.